دشن وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني اليوم الاثنين خدمة الاستشارات العمالية القانونية بين هلالين مستشارك العمالي المخصصة لتعريف العاملين في القطاع الخاص وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم باللغتين العربية والإنجليزية. نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. في لقاء حضره عدد من رجال الأعمال وأعضاء اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية وعدد من سفراء الدول في المملكة، إضافة إلى عدد من مدراء الموارد البشرية في كبرى المنشآت، دشنت وزارة العمل خدمة الاستشارات العمالية القانونية مستشارك العمالي المخصصة لتعريف العاملين في القطاع الخاص وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم باللغتين العربية والإنجليزية. وقد ذكر وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن تدشين هذه الخدمة يأتي استمرارا من الوزارة في دعم منظومة العمل الإلكتروني لإرساء مبادئ المعرفة النظامية للثقافة العمالية والإرشاد وزيادة الوعي بالحقوق والواجبات بنظام العمل وتعديلاته الجديدة، مبينا أن هذه الخدمة هي بمثابة المستشار للعامل ولصاحب العمل وكل من له علاقة بسوق العمل. يذكر أن وزارة العمل قد دشنت عدد من الخدمات أطلقتها الوزارة، من ضمنها خدمة الاتصال المرئي وخدمة الفرع المتنقل، فضلا عن دعم الباحثين عن العمل من خلال اطلاعهم على الفرص الوظيفية والبرامج التدريبية والتأهيلية التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل. شكرا للزملاء على هذا التقرير. الحديث عن هذا الموضوع ينضم معي هنا عضو اللجنة السعودية لسوق العمل مجلس الغرف السعودية الأستاذ أسامة الشمري. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. شكرا لحضورك معنا. وأيضا ينضم لنا عبر استديوهاتنا من جدة الخبير في الموارد البشرية الأستاذ محمد الطاوي. أستاذ محمد مساك الله بالخير، شكرا لحضورك في هذا الموضوع وفي هذه الحلقة. أستاذ أسامة، كيف تقيم هذه الخطوة من وزارة العمل؟ هل هي متأخرة؟ هل ستقدم جديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هي الخدمة كانت موجودة سابقا، ولكن الآن وزارة العمل عملت على تطويرها بشكل واضح، كما هو اليوم تم تدشينه الحقيقة بحضور معالي الوزير وكذلك نائب وزير العمل. الخدمة الحقيقة هي تفعيل لدور جميع الأنظمة العمالية بالطريقة الإلكترونية الواضحة لتخدم أصحاب العمل والموظفين وكذلك الباحثين على العمل. دون شك هي ترسيخ لمفهوم الشفافية وكذلك لدور الوزارة، حيث دور الوزارة سيقوم بعمل، يعني هناك مكونين عبارة عن مستشارين قانونيين سوف يتمكنون جميع الرد على جميع الاستفسارات القانونية حيال الأشياء وحيال المسؤوليات المنوطة في وزارة العمل. دون شك احنا نشيد على هذه الخطوة، خطوة في محلها، وكذلك ستقدم المزيد للقطاع الخاص بشكل كامل بإذن الله عز وجل، وراح يكون لها إيجابيات. وضوح العلاقة التعاقدية ما بين صاحب العمل وما بين الموظف وكذلك الباحث عن العمل في حالة وجود بعض الاستفسارات، في حالة وجود بعض الحالات الخاصة في الحالة التعاقدية بين الطرفين، بإمكانهم إيجاد الإجابات الكافية الوافية من صاحب طيب. الصلاحية بذلك. خليني أيضا أشوف الرأي الأستاذ محمد الطاوي مساك الله بالخير. ما مدى فائدة هذه الخطوة على الموارد البشرية؟ وما الجديد الذي ممكن تقدمه يعني؟ أول شيء مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا. الخطوة يعني الخطوة إيجابية وأعتبرها ممتازة ومفيدة للموارد البشرية في نشر الثقافة العمالية والواجبات والمحظورات الخاصة في العامل وصاحب العمل. يعني أنا أعتبرها خطوة ممتازة، بس إنه أنا يعني أطمح في شيء أولى من الخطوة هذه أصلاً. اللي هي يعني في أولويات أهم من الخطوة هذه. ملف السعودة حق التوطين، المبتعثين، سياسة الإحلال، التدريب في القطاع الخاص، يعني في أمور مهمة أكثر من هذه. هذه نعتبرها من الكماليات المسلمات اللي مفترض الوزارة تنفذها
بدون الزخم الكبير ذا انه سوينا تعبوا وقاموا وقعدوا الله يعطيهم العافيه. لكن مو طموحنا احنا كموارد بشريه انه هذا الشيء اللي نستناه. طيب خلينا بس معلش، انت تقول كماليات، ولكن هل الخطوه تعتبرها انت جيده ولا لن تقدم جديد؟ يعني بغض النظر عن الاولويات اللي ذكرت. لا هي جيده بس انه يعني نظام العمل موجود في موقع وزاره العمل، لائحه تنظيم العمل موجوده في موقع وزاره العمل. يعني انا ممكن اي احد يطلع عليها، ممكن تتصل انت على موقع الوزاره وتستفسر عن اي شيء تبغاه. هي يعني كويسه كخدمه اضافيه، كتطوير خدمه جيده. نعم. طيب من الشريحه المستفيده اكثر من هذا القرار؟ الشريحه المستفيده انا اشوف ان يعني صاحب العمل، عفوا مو صاحب العمل، العامل هو المستفيد، يقدر يستفيد منها. بس العامل يعني في كثير من الخدمات الحين ما وصلت للعمال، في كثير من الخدمات ما وصلت يعني الشريحه الطبقه الاولى اللي الصف الاول اللي احنا نسميها الوظائف الصف الاول تحت. هذه باقي ما وصلت للمعلومه دي كلها، وباقي يعني هذه تحتاج ثقافه اكثر، تحتاج توعيه اكثر. ما توقف على مستشارك. نعم. يعني طيب. تحتاج برامج تلفزيونيه قويه من وزاره العمل، تحتاج اعلام مقروء في مواقع التواصل، ثقافه زي ما كان هم مسويين في اول في تويتر والمواقع التواصل. طيب خليني ايضا يعني عشان الوقت بدا يداهمنا، بس استاذ اسامه، غير الشريحه المستفيده، هل هذه القرار له انعكاس ايجابي على المواطن؟ دون شك الحقيقه. احنا لما نتكلم عن هناك شفافيه ووضوح وترسيخ المبادئ وايضاح العلاقة العمالية التي راح يحصل عليها الموظف أو الباحث العمل مستقبلا حول حصوله على الوظيفة، دون شك ستكون حافز عالي جدا لمعرفة أنظمة العمل الحقيقة. هناك بعض مواد أنظمة العمل لن يكون الباحث العمل هو ملم بجميع المواد الحقيقة، خاصة في التعديلات الجديدة مؤخرا في نظام العمل. فوجود خدمة مستشارك هي خدمة ستكون حافزة لتفسير بعض الأمور القانونية. هذا ما بعض الأحيان يفتقده الحقيقة الباحثين العمل، وكذلك في حال اطلاعهم إلى أنظمة العمل، وخاصة أنظمة العمل الجديدة الآن المحدثة مؤخرا، في حال وجود مستشارين من أصحاب الجهة المعنية الحقيقة لتوضيح جميع التساؤلات والاستفسارات بجميع المواد المنصوص عليها في نظام العمل، لا شك في ذلك أن يكون هذه خطوة إيجابية دون شك، سواء للباحثين العمل أو للعاملين، خاصة من هم على رأس العمل كذلك، في حالة وجود بعض الضبابية في بعض القوانين الحقيقة أو بعض الأنظمة المطروحة في نظام العمل السعودي، وليس هو انقاصا في صيغة النظام، ولكن قد يكون عدم إلمام في الجانب القانوني. فهذه الخدمة ستوضح جميع المفاهيم الحقيقة، جميع الاستفسارات المتعلقة في القطاع الخاص، ستكون خطوة إيجابية بإذن العزيز القدير للباحثين على العمل، وكذلك للعاملين، كذلك لأصحاب العمل في حالة وجود بعض الإشكاليات. وجود الجدل القانوني والاختلاف في وجهات الحقيقة وجهات النظر القانونية هي دارجة، بما أن احنا نمارس هذا العمل الحقيقة ونحن على رأس العمل، وجود كذلك عدم الإلمام بالثقافة العمالية كذلك دارجة الحقيقة. طيب. بين العاملين في القطاع الخاص. شكرا لك أستاذ أسامة الشمري، طبعا عضو اللجنة السعودية لسوق العمل والغرف السعودية، وشكرا أيضا أستاذ محمد الطاوي وهو خبير في الموارد البشرية، كان معنا في استديوهاتنا في جدة. فاصل ونعود لكم بعد قليل في الملف الأخير لهذا المساء.